هذه يا سيدي واحد مرات رئيس الوزراء، والله يعلم شمن وزراء، واقيلا ديال اوتوبيا. المهم هذه واحد مرات رئيس الوزراء اتصلت براجلها وقالت له ممكن عندنا الشفار في الدار، ويجاوب هذاك راجلها. قال ليها العجب، مع العلم ان الوزراء كلهم حاضرين عندي في الاجتماع. هذا واحد السيد سيدي تزوج ودوز مع المراه واحد 4 سنين ديال الزواج وما عطاهاش الله الوليدات، وهي تقول له اسمعني نقول لك الراجل، انا ما عطانيش الله الوليدات وانت باغي الوليدات، وانا ما نقدرش نحرمك من الوليدات، غنوض نخطب لك المراه الثانيه ونزوجها لك. ايوا فرح سيد. نهضت سيدي خطبت له المراه الثانيه وزوجتها له، دوز مع داك المراه الثانيه حتى هي واحد 4 سنين وما عطاهاش الله الوليدات، وهي تقول له اسمعني نقول لك الراجل، حتى انا ما عطانيش الله الوليدات وانا ما نقدرش نحرمك من الوليدات، حتى انا غادي ندير كما دارت الاولى ونزوجك المراه الثالثه. ايوا فرح سيد. نهضت حتى هي خطبت له المراه الثالثه وزوجتها له، ايوا دوز مع داك المراه الثالثه حتى هي واحد 4 سنين ديال الزواج وما عطاش الله الوليدات، وهي تقول له اسمعني نقول لك الراجل، حتى انا ما عطانيش الله الوليدات وانا ما نقدرش نحرمك من الوليدات، حتى انا غادي ندير كما دارت الاولى وكما دارت الثانيه وغنوض نخطب لك ونزوجك الرابعه. ايوا فرح سيد. ايوا نهضت حتى هي خطبت له الرابعه وزوجتها له، دوز مع داك المراه الرابعه حتى هي واحد 4 سنين ديال الزواج وحتى هي ما عطاهاش الله الوليدات، وهي تقول له اسمعني نقول لك الراجل، حتى انا ما عطانيش الله الوليدات وانا ما نقدرش نحرمك من الوليدات، حتى انا غادي ندير كما دارت الاولى وكما دارت الثانيه وكما دارت الثالثه وغنوض نزوجك بالخامسه. وهي تشوف فيه وقالت له ولكن الشرع ما عطاكش الله 5، الشرع عطاك الله غير 4، خصك ضروري دابا تطلق وحده فينا وعاد يمكننا نزوجك بالمراه الخامسه. ايوا شاف فيهم قال لهم امسخت الوالدين وراه انتم اللي خصكم تطلقوني. قالت له علاش؟ قال لي احيت انا اللي فيا الديفو. وحده سيدي تعصبت مع راجلها قالت له والله كون خديت ابليس وما ناخدكش انت، ويجاوبها ببرودة قال لها شرعا لا يجوز الأخت تأخذ أخوها. هذه في شكال هذه. واحد سيدة سيدي بيطالي مسكين ما خدام ما ردام، غادي كيدور في واحد الشارع ويلقى واحد 200 درهم، هز داك 200 درهم ومشى دخل بها لوطيل 5 نجوم، طلب أحسن الأكل عندهم. المهم عمر الطبله ديالو باللحام والدجاج والحوت، المهم برع راسو مين كلا وشبع، السيرفور جاب له الورقه فيها 3000 درهم ديال الخلاص. هو يقول داك السيرفور قال له راه ما عنديش انا راني غير بيطالي. ايوا داك السيرفور عيط له للبوليس، ايوا جاو البوليس طلعوه في الصطافيط، مي كانوا غاديين به في الصطافيط عطاهم داك 200 درهم وطلقوه. تحياتي لكم الناس الزوينه خوتي العزاز، نتمنى دائما الابتسامات تكون على وجهكم. ايوا كما العاده دير معاك شي جيم وشي كومونتير زوين بحالك، ولا عجبتكم الحلقه بارطاجيوها مع الخوت والاصدقاء فضلا وليس امرا. سولوا واحد خينا قالوا له شنو هي اكفس رحله دوزتيها في حياتك؟ قال لهم اكفس رحله دوزتها في حياتي هي ما مشينا انا ومرت بانا للحج، هي كدعي علينا وحنا كندعيو عليها، هي كدعي علينا وحنا كندعيو عليها، مي كنا راجعين درنا حادثة ودقدقنا كاملين. وحدة قالت لراجلها قالت له علاش تأخرتي على المنزل؟ قال لها راني كنت في اجتماع. وقالت له شنو كنتو كتناقشوا في الاجتماع؟ قال لها كنا كنتناقشوا في الاجتماع كيف أستطيع الهروب من المنزل.